اخواني اخواتي، مرحبا بكم مره اخرى في قناه التحدي. اليوم غادي نهضروا على الوضع الفرنسي، لان كيف ما كتشوفوا هذا الصباح ولا من البارحيه بدات المظاهرات وبدات المواجهات العنيفه بين قوات الامن وبين المتظاهرين، لان الناس صافي ضاقت درعا من العنصريه، ضاقت درعا من الاوضاع الاجتماعيه، ضاقت درعا من كل ما هو ظلم في حق الشعوب. فالمشكل اللي كان وقع هو ان شي اكراد تقتلوا، وكنظن على ان فرنسا ما بغاتش تعتبر هذاك عمل يعني اجرامي. علاش؟ لان هذاك اللي دار العمل سميت ويليام، وابارامون واش خرجوه من الحبس ولا مازال الامور ما توضحتش مزيان، كل واحد شنو كيقول. ولكن عموما كاين واحد الظلم اجتماعي تجاه الاجانب وتجاه المهاجرين، زيد على ذلك الوضع الاجتماعي اللي عايشين المواطنين الفرنسيين اللي ما بقاوش قادرين انهم يوفروا لقمه العيش، لان ما بقاتش كتكفيهم لي سالير ديالهم. كلشي طلع، للوي يطلعوا، المستوى المعيشي طلع، الغلاء، التضخم، كذا، لان صافي الناس وصلت لواحد الحد اللي ما يمكنش يسكت عنه. وانا معايا مجموعه ديال الفرنسيين هما اللي خدامين معايا، هما اللي كيشرحوا لي يعني هذا الوضع بالضبط كيفاش، لان انا ما نقدرش نعرف من بعيد شنو هي الاوضاع ديال الفرنسيين. فكنلاحظوا واحد الهجره كبيره ديال المواطنين الفرنسيين لكندا. وفاش كنقول مواطن فرنسي راه مواطن 100% فرنسي، يعني امه فرنسي وابوه فرنسي، ماشي مهاجر هارب من فرنسا، ولكن فرنسيين اللي قال لك ضاقت بين الدنيا وما بقيناش قادين نعيشوا في فرنسا، حيت ما بقيناش قادين نوفروا حتى لو مينيموم او لا مستوى ديال العيش الكريم، لان يعني الضرائب وصلت لواحد الدرجه اللي مايمكنش تخيلوها. واحد النهار واحد منهم شد ستيلو بدا كيشرح لي كيفاش كيحسبوا لهم الضرائب. بقيت مستغرب ان كتلقى على اكثر من 70% ديال السالير ديالك كتمشي كلها ضرائب. يعني انت كيقول لك بلي راك كتربح مثلا 100000 اورو في العام، فاش كتجي تحسب كتلقى راسك كتربح 25000 اورو. علاش؟ حيت الدوله دات ودات ودات وزادت الدات، وفوق داكشي اللي دات زادت الدات. واحد النظام ضريبي عندهم غريب وعجيب اللي ممكن يتقبلو حتى واحد. زيد على ذلك الفوارق الاجتماعيه والاخر والناس اللي الغنيه اللي كتزيد تغتني والفقيره اللي كتزيد تفقر، زيد على ذلك العنصريه، زيد على ذلك هاد المؤامرات العالميه اللي كدور على الناس، وهذا الضغط اللي وقع خلال الفتره ديال كورونا وبعد كورونا، زيد عاود لي طو دانتيري اللي زادوا طلعوا. فالناس ما بقاتش قادره تخلص الكريديات ديالها، وكتزيد انها تدان اكثر واكثر وتزيد تغرق اكثر واكثر. فلهذا اللي بغيت نقول ان هاد اللي نقدر نسميوها تقدر تكون ثوره فرنسيه ثانيه، ما غاتش تكون غير فرنسا بل غتكون في بزاف ديال الدول، ان الشعوب صافي طاقت درعا وسكتت حتى عيات وضغطت حتى عيات، ووصلوا معها لواحد الحدود ديال ان الانسان صافي ما بقاش قادر يعيش وما بقاش ما عنده ما يخسر. لان كيف ما شفت انا هذا الصباح في المظاهرات اللي بعض القنوات نقلها، داك الشيء راه زعما صعيب، ان نزلوا الشرطه، نزلوا للقوات الخاصه، احتمال ينزلوا كاع قوات اكثر، فهاد الشيء ما كيطمئنش. وهذا الشيء علاش الانسان خصو كيف ما كنقولوا كنعاود في الفيديوهات ديالي كامله يحل عينيه ويفهم شنو واقع، ويحاول ما امكن يلقى دائما مخرج ليه ولعائلته، لان الامور غادي انا ماشي انسان سلبي، بالعكس انا واحد الانسان ايجابي لواحد الدرجه اللي ما يمكنش تخيلوها. ولكن دائما كنقول كيف ما كاين الخير في الدنيا، كيف مازال كاين الخير في الدنيا، للاسف كاين بزاف ديال الشر في الدنيا، وكاين ناس مراض نفسيا، وكاين ناس اللي داروا ثروات طائله ولاو كيفكروا غير كيفاش يدمروا الاخر، ولاو كيفكروا غير كيفاش ينقصوا عدد سكان الارض، ولاو كيفكروا شي تفكير يعني اللي في قمه الانانيه. علاش؟ لانه وصل لواحد المستوى ديال كيسحبهم باللي هما الاسياد، والباقي كله عبيد. الناس كلها الاخرى اللي بقات خصها تكون خادم عندهم، وخصها دائما تطبق داكشي اللي كيقولوا. فلهذا دائما الله يخليكم خص يكون عندنا ان بلون بي، ونحللوا الامور كما يجب، ونسمعوا للناس العقلاء اللي كيعطيو حلول، واللي كيقول لك رد البال من هذه ورد البال من هذه وحسب الحساب لهذه وعندك من هذه. وما نبقاوش غاديين في حياتنا هكا غير مخليين حياتنا في الصدفه، وغادي حياتنا صدفه، لان الصدفه هذه بعض الاحيان راه كتلقى راسك بوحدك ما عندكش بلون بي
بل عندك غير بلون ا وداك بلون ا بعض المرات ما كيكونش خدام لك. فلهذا متابعينا اصدقائنا حاولوا ما امكن تقارنوا المعلومه، شوفوا بزاف ديال المصادر ديال المعلومه، فهموا شنو واقع، ما تبقاوش في طارق في اللون، خصكم تفهموا حقيقه الامور وتحسبوا حسابكم. تحياتي لكم جميعا، اللي عجبكم هذا التدخل السريع اللي درت هذا الصباح خليوا لي كومونتير ديالكم. تحياتي.